هو ده المالتيبليكيشن باي ايه؟ باي 10 او باي مالتيبلز اوف 10. طيب هي الفكره في ايه؟ ان انا لو عايز اعمل النمبر الكبير ده 30,000 تايمز 500، ايه اللي بيحصل؟ بصوا بقى، كل ما عليا ان انا بنزل الزيروز دول كلهم، بنزل الزيروز دول كلهم، اهو بصوا 0 0 0 0 0 كام زيرو؟ هم دول 4 وكمان 2 هنا، يبقى 6 زيروز هينزلوا تاني، يبقى ال 4 زيروز دول كتبوا وال 2 زيروز دول كتبوا 6 زيروز، وبعدين ابتدي بقى عندي كده 3 وعندي هنا 5، اقوم عامل 3 تايمز 5 ايكوال 1 ايكوال 15. خلص المسألة على كده. طب شوف اللي بعدها 0 وهنا 3 زيروز، هنفهم بس دول وهديلكم انتوا قدهم تعملوه. طيب هنا 0 وهنا 3 زيروز، خلاص ننزل ال 4 زيروز دول، هيكون 4 زيروز تمام. وبعدين هعمل 4 تايمز 8، 4 تايمز 8 هيدينا 24 بس، تمام. طيب هنا برضو دول كام؟ 3 زيروز و 1 زيرو، هنزل ال 4 زيروز، هنزلهم 4 زيروز ونكتب 8، وبعدين اعمل 2 تايمز 4 ايكوال 8، سهله. طب عايزين، بص يا جماعه، عايز اعرفك برضو لو حبينا نقرا النمبر، لو انا حبيت اقرا النمبر ده بصوا بقراه ازاي؟ بحط افتر ايتش 3 ديجيتس فروم رايت بحط كوما، يعني بعد بص من اليمين 1 2 3 واحط كوما، 1 2 3 واحط كوما، خد بالك يعني افتر ايتش 3 ديجيتس بحط كوما بس فروم رايت. اول 3 ديجيتس دول اللي هم 1 10 100 وما بقولش عليهم حاجه، ما لهمش اسم، لكن ال 3 ديجيتس التانيين دول يا جماعه اسمهم ثاوزند. طب والديجيتس اللي بعدهم اسمهم ايه؟ اسمهم مليون. تاني يعني كان هم 3 فاميليز، الفاميلي الاولى دي بصوا كده ملهاش اسم، الفاميلي الثانيه دي اسمها ثاوزند، الفاميلي الثالثه دي اسمها مليون. يعني انا لما اجي اقرا النمبر ده هقراه ايه؟ هقراه 15 مليون. 15 مليون مفيش حاجه في 1000 بقى، يبقى خلاص 15 مليون وخلاص، 15 مليون وخلاص. لكن لما نيجي نقرا واحد زي ده بصوا كده اهو، انا عايز 1 2 3 واحط كوما، دي العيله الاولى اللي مالهاش اسم. طب العيله الثانيه دي يا جماعه 1 2 3 دي اسمها عيله 1000، فانا لما اجي اقرا النمبر ده كاني مش شايف العيله الاولى خالص، يعني كان العيله الاولى دي مش موجوده خالص. هقرا دي النمبر ده يقرا ايه؟ يقرا 320 بس اقول 320,000. طب وابتدي ابص في العيله الاولى، العيله الاولى اللي هم كانوا 3 زيروز مفيش فيهم نمبرز، خلاص يبقى اقول 320,000 وخلاص. طب افرضوا كان في نمبرز، يعني افرضوا كان في هنا 12 مثلا، كنت اقول ايه؟ 320,000 اند، يعني الكوما دي اقول اند 12، يبقى العيلة الأولى يا جماعة ملهاش اسم، ملهاش اسم. طيب يبقى 320,000 and 12، ده لو أنا إيه؟ لو أنا حبيت أقرأ النمبر ده مثلا، يعني هو طبعا ما كانش فيه 12، أنا بقول لكم يعني لو حبينا نقرأ. طيب بصوا بقى يا شباب، ده عايز أقرأه برضه، نحط كوما افتر ايتش 3 ديجيت، بصوا 1 2 3 واحط كوما. ده كده في 1000، يبقى انا اقراه ايه؟ النمبر ده لو جاي لوحده يا جماعه، لو جاي لوحده كده من غير العيله دي مش كان يبقى 80,000؟ اقراه 80,000. وكمان العيله الاولى ما عندهاش ارقام خالص فمش هقول اسمها خالص، يعني مش هقول اند زيرو، هقول 80,000 وخلاص. طيب تعالوا بقى نشوف ده عايزين نعمله دلوقتي 2 ديجيتس، دلوقتي 2 زيروز و 4 زيروز. اهو انا كاتب ال 6 زيروز كلهم هنا، اهو بصوا اهو، وبعدين ابتدي اعمل 6 طالما كتبت 6 زيروز خلاص اتفضل لي كاني 6 تايمز 2، ما هو الزيروز كلها نزلت، 6 تايمز 2 اديني كام يا شباب؟ اديني 12، اديني 12. طب هاجي اقراه بقى، هنحط 3 هنحط كوما افتر ايتش 3 ديجيتس، يبقى بوت كوما افتر ايتش 3 ديجيتس فروم رايت 1 2 3 بوت كوما 1 2 3 بوت كوما. طب this family has no name and this family its name is 1000 and this family its name is million so the number will be 12 million. ما ينفعش اقول 0 1000 بقى، خدوا بالكم، اقول 12 مليون وخلاص. وعامة يا جماعة المليون has 6 zeros، فانا لما الاقي 6 zeros كده وبعدهم number اعرفوا ان النمبر ده هيتقري عادي جدا على انه مليون،
يعني 12 مللي. طيب لو جيت اعمل دي خلاص هنحط الفور زيروز دول، فور زيروز دول، وبعدين 3 تايم 3 ايكوال 9. حبيت اقرا النمبر ده برضو، اه حبيت اقراه، وده كوما افتر ايتش 3 ديجيتس، اقوم عامل ايه؟ 1 2 3 احط كوما. طبعا ده في عيلة الثاوزن يبقى 90,000. يبقى احنا برضو اتعلمنا النهارده. نعم. طب والديفيجن برضو بنعمل اد للنمبر؟ لا لا لا، انا خدوا بالكم بقى، انا متعمد اعملها ايه؟ عرفتوا ليه اديتكم الديفايد معاه؟ ماينس. بس استني بس اصبري، عشان الحته دي الجايه دي مهمه جدا يا ملك. الديفايد بقى شغله مختلف عن ده خالص، بس سهل برضه. ده اصلا التايمز، طيب الزيروات كلها بتنزل. لا ده شرير شويه، بيعمل ايه بقى؟ بيكنسل. بيكنسل ازاي؟ يعني يجي يبص هنا يلاقي هنا ايه؟ بس نبص على ده الاول. في هنا تو زيروز، بصي الزيرو ده اكنسله مع الزيرو ده، يعني زيرو من هنا مع زيرو من هنا. في كمان زيرو هنا يتكنسل مع زيرو هنا. فكده يا جماعه ايه اللي اتفضل؟ كده ايه اللي اتفضل؟ انا كده اتفضل لي النمبر كانه 300 ديفايد 5. 300 ديفايد 5. طب نعمل فيها ايه؟ بسيطة جدا، قال لك ايه بقى؟ ناخدها نعملها ديفايد عادي. 3 ديفايد 5 وي كانت، لأن 3 صغيرة عن ال 5. طب ناخد معاها الزيرو. بقت 30 ديفايد 5 ايكوال 6. اتفضل زيرو، زيرو ديفايد 5 ايكوال زيرو. يبقى طلعت لي الأنسر إيه يا جماعة؟ تاني. الأول هو كنسل التو زيروز دول مع التو زيروز دول. وابتدى ياخد بقى النمبر اللي فاضل اللي هو 300، ما هو كده اتفضل له نمبر، كان المساله بقت ايه؟ كانها بقت 300 ديفايد 5. يبتدي يقوم قايل لي بقى 3 ديفايد 5 مش هينفع لان 3 صغير عن 5. طب ياخد معاه الزيرو. بقى 30 ديفايد 5 ايكوال وات؟ ايكوال 6. طب اتفضل زيرو اهو، الزيرو ده ديفايد 5 ايكوال زيرو. يبقى الانسر طلعت ايه يا جماعه؟ 16. طب نشوف اللي بعدها. يبقى التايمز بينزل كل الزيروز الاول، بعدين يبتدي يعمل تايمز. لا الديفايد عكسه، مش بينزل الزيروز، ده بيكنسل الزيروز، مش كل الزيروز يعني. يعني بيكنسل من هنا قد هنا. وبعد كده يبتدي يعمل ديفايد. تمام؟ انما ده بينزل كل الزيروز الاول يكتبهم، وبعدين يبتدي يعمل تايمز. يعني لو جينا على دي، بصوا كده ده هيعمل ايه؟ هيقوم شايل الزيرو ده اهو مع الزيرو ده. فكده المسألة كأنها بقت 400 ديفايد ايه؟ مستر الإجابة هتبقى 200. لا ثانية واحدة واحدة واحدة. 4 ديفايد 8 ما ينفعش لأن 4 أصغر من 8. خد بالك. 4 ديفايد 8 تاني يا جماعة. 4 ديفايد 8 وي كانت بيكوز 4 إز سمولر ذان 8. تاني. 4 ديفايد 8 وي كانت بيكوز 4 إز سمولر ذان 8. طب خد بالك بقى 40. ايوه برافو عليك، هقوم واخد الايه؟ الزيرو مع الفور بقت 40. برافو يا مدحت. بقت 40 ديفايدد 8 ايكوال وات يا جماعه؟ بسال نفسي هي 8 تايمز وات ايكوال 40؟ 8 تايمز 5. يبقى كده 5. طب اتفضل لي الزيرو ده الزيرو يبقى 50. بس برافو عليك، عشان احنا هناخد كتير دلوقتي يا جماعه، مسائل كتير نعملها دلوقتي على الموضوع ده. طيب لو جيت ابص على بعديها 2000 ديفايدد 40 نفس القصه برضه، هبتدي اعمل ايه؟ هكنسل ذي زيرو وذي زيرو. بقت المساله كانها 200 ديفايدد 4 او عادي جدا 200 ديفايدد 4. هبتدي اقوم عامل ايه بقى؟ 2 ديفايدد 4 وي كانت. طب ناخد الزيرو معاه 20. 20 ديفايدد 4 ايكوال وات؟ ايكوال 5. وزيرو ديفايدد 4 ايكوال زيرو. فهمنا يا جماعه ماشيه ازاي الديفايد وماشيه ازاي التايمز؟ طيب لو جيت بصيت على حاجه 60,000 ديفايد 200، اول حاجه اكنسل الزيروز. هنا اي هاف تو زيروز، اكنسله مع كام يا جماعه؟ مع تو زيروز من هنا. خدوا بالكم مش بتكنسله مع تو زيروز من اي حته، من اليمين فروم رايت. خلاص كنسل تو زيروز وذ تو زيروز. دلوقتي البروبلم بتاعتي بقت ايه؟ بقت 600 ديفايد 2. سهله بقى، اقوم عامل ايه؟ 6 ديفايد 2 ايكوال 3. خدوا بالكم يا جماعه لازم في الديفايد اتاكد ان ده اكبر من ده. 6 ديفايد 2 ايكوال 3. طب 0 ديفايد 2 ايكوال 0.
0 divided بس 2 equal كل جابت آخر واحدة. اللي هي دي لا آخر واحدة نمبر 10. مين عايزه تحليها يعني؟ مين أنا ملك، ملك أنا عايزه عرفت تحليها الإجابة يا ملك؟ ممكن أقولها. أها طب اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اول حاجه ايه؟ هنكنسل 0 من هنا و0 من برافو عليك. 30، 0 من هنا مع 0 من هننزل هنا. 300 division 3، بعدين تبقى الانسر 1، فهننزل معاهم الاثنين 0، برافو هيبقوا انا، 100. برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله عليك. لان بص يا 3 جماعه زي ال 3، لا اصغر ولا كويس. اكبر. الايه يا ملك معلش؟ ال 3 زيها زي ال 3 التانية، هتدي يعني مش 1 على طول اصغر صح؟ منها. هتدي 1 على طول. تمام. 3 ديفايد فا 3 يبقى 100 ايكوال 1. طب 0 صح. ديفايد 3 ايكوال 0، برافو. وبعدين 0 ديفايد 3 ايكوال 0. بس لازم في الاول يا جماعه اكنسل الايه؟ اكنسل ال اكنسل الزيرو مع زيرو. تمام؟ طب انا هصور دي وابعتها لكم. خلاص؟ ماشي اوكي. هبعت لكم انا دلوقتي. هكتبهم لكم تاني. هقول لكم انا مسائل بقى تعملوها لي انتوا دلوقتي. ماشي اوكي. دي واحدة. ماشي يا جماعة، هكتب لكم أنا مسائل بقى تعملوها لي، هلوها لي دلوقتي على الموضوع ده، وهسيب لكم فيهم يعني 5 minutes أو 10 minutes تحلوهم، بس بدون أي أسئلة، مش عايز حد يسألني، أنا هرجع تاني أحلهم ونعمل تشيك لهم. بس أنا عايز، أنا هتعمد أدي لكم المسألة تايمز وفي نفس الوقت ديفايد. إزاي؟ اوكي يعني هدي لكم واحدة تايمز وواحدة صفر. عشان نعرف الفرق بين الاثنين. اوكي؟ يعني نمبر 1 مثلا اقول طبعا هحلهم معاكم دفتر بقى او حاجه هحلهم فيها. اوكي 1000 تايمز مثلا 500 هدي لكم ايه هي قصادها؟ بس نعم ديفيجن صح؟ هناخدهم تايمز وهنا يعني قصادهم قصاد ديفيجن. ديفيجن صح؟ خلي بالك ما انا ثانيه بس اقول لك، بس اصبري يا ملك اقول لك انا هعمل ايه عشان نعمل كومباريزون ما بينهم، يعني نبقى عارفين التايمز والديفايد في نفس الوقت. بس عشان ما بقاش في الترقيم 11 14. بص يا ستي، هدي دول هخليهم تايمز واخلي دول ديفايد، يعني نفس المساله بس ايه؟ 2000 divided 500. طيب هنا مثلا هدي لكم ارقام صغيره عشان يعني بصراحه ما تتعبوش في موضوع التايم تيبل. بس احنا على فكرة المفروض سهلة جدا. احنا المفروض التايم تيبل يا جماعه الحمد لله، المفروض التايم تيبل احنا نحفظه كل شويه نحفظه. التايم تيبل يا جماعه معانا مدى الحياه ان شاء الله، فلازم نحفظه. تمام؟ مفيش حاجه اسمها نعد على ايدينا والكلام ده مش هينفع. خد بالك انا هدي واحده فيها تفكير كده برضو. يا مستر هدي واحده فيها تفكير كده، في الديفايد هيبقى فيها يا تفكير شويه مستر اللي دي. يا مستر بس ما حدش يسال فيها. حاضر ثانيه واحده، ما حدش يسال فيها لان انا عايز اشوف مين اللي هيعرف يحلها من غير اسئله، من غير ما يسال اللي هي دي نمبر 10. ها مين اللي بيسال؟ قولي يا ملك، قولي يا جودي. لا أنا جودي. ايوه يا حبيبتي. شام المايك بتاعه ما بيشتغلش. طيب ماشي، ممكن بس تحلهم، انا كده كده هعمل لهم تشيك تاني، انا هحلهم تاني. فهي بس تحلهم عندها وانا ايه، انا كده كده هعمل لهم تشيك تاني، فهي هتشوف التشيك. اوكي؟ اوكي. انا هعمل لهم كوريكشن تاني، فهي هتشوف الكوريكشن بتاعي وتعرف هي صح في ايه وغلط في ايه. بس انا متعمد بقول ليه محدش يسال، لان مساله زي دي فنيه شويه، دي خدناها قبل كده في الديفايد، فانا مش عايز احرق فكرتها. يعني انتوا ايه هتحاولوا فيها وكده كده هنحلهم تاني ان شاء الله، بس انا عايز الناس تعصر دماغها فيها تفكر فيها. طيب
تمام. انا متعمد اديهم هنا تايمز ودفايد زي ما انتم شايفين. تايمز خلي دي مثلا ارقام سهله خالص. تمام. انا برضه هبقى زيهم بس دلوقتي هعمل بس دول اخلص الباك تايمز برضه. اخر واحده هيبقى فنيه شويه. فنيه شويه. اوكي. وهديها هنا بقى لو ديفايد. اخر واحده في الديفايد دي برضه هتبقى فنيه شويه. نمبر 10 ونمبر 8 بس مش عايز حد ايه يتسرع ويقولها عشان الباقيين يفكروا فيها. مستر انا عرفت رقم 3 بس مش هقولهم. لا مش عايز حد يقول، عايز كله ايه، مش عايزين نحرق الفكره، كل واحد بس عشان يفكر فيها لوحده. وما يهمنيش لو اتعملوا صح او اتعملوا غلط، انا كده كده ان شاء الله هقولهم تاني. بس انا بسيب الناس تفكر ليه؟ عشان زي ما قلت لكم اللي هيحل صح وانا هقول له صح هيستفيد، وبرضه اللي هيحل غلط يا جماعه وانا اقول له الصح بتاعه برضه هيستفيد. كده كده المساله بتثبت في دماغك سواء انت حليتها غلط او حليتها صح. تمام. اهم حاجه ان انا احل فراي يور سيلف، اهم حاجه ان احل بنفسي. لكن حته المستر هو يحل وانا بسمع مش هستفاد حاجه، حتى لو انا فاهم او المعلومه مش هتثبت في دماغي. لكن لما انا احل بايدي سواء احل صح او احل غلط فده ايه بيديني يعني ايه اكسبيرينس في حل المسائل. طيب هصور بس دول كده وهم قبل ما يتحلوا وهنزلهم برضه على الجروب عشان اذا حتى حد تاني وهو بيذاكر يحاول يحلهم تاني. اوكي. انتوا بقى هديلكم فيهم ان شاء الله دول يعني 10 مينت 5 مينتس كده كفايه قليل عليهم 5 مينتس 10 مينتس خلاص. مش عايز ولا سؤال، انا هقفل المايك مش عايز ولا سؤال. اللي يسالني مش هرد عليه اصلا. مش كده؟ بحيث ان انا ايه؟ عشان عايز، لان في ناس ممكن انت في واحده بتسال في مساله ممكن الناس الثانيه تعرف تحلها. فانا كده ايه؟ هو الثاني ده بيتضايق لما يكون واحد عارف يحلها وواحد حرقها له كده يعني قال حلها، دي بتضايق. انا عارف الحركه دي. فهنسيب كله يحله وبعدين انا هبتدي احلهم ثاني ان شاء الله. وعشان ما يبقاش في احراج لاي حد، لو مثلا حد ممكن يكون غلطان غلط في مساله فيتحرج، لا مفيش احراج ولا حاجه، انتوا اخوات وانا بابا مفيش اي احراج. بس انا بتكلم برضو انا هحلهم تاني وانتوا بقى عندكم هتعملوا تشيك. تمام. هسيبكم فيهم هدي 5 مينتس كده فرصه يتحلوا. مفيش حد يحل لي لحد 7 ويقول لي انا ما حلتش دول، لا هنحل ال 14 بروبلم يا جماعه لان دول مسائل على درسين تايمز والديفايد، ومسائل اساسيه لازم تيجي في امتحان الاي جي ان شاء الله او الامريكا. طيب تفضلوا. خلصناهم يا شباب ولا لسه؟ مش بستعجلكم بس بالظبط خلصت. مين خلصناه؟ كويس. جودي خلصت؟ انا خلصت. حد خرج؟ هشام. طب سنة دخلها تاني. بصوا يا جماعه لو فصل طبعا هتخش على نفس اللينك، انتوا عارفين طبعا النظام لانه بيقول لي ابجريد ومش عارف ايه، فابجريد يعني هو احتمال يفصل. طيب كده كده كله كده. جودي خلصت وسلمى. طب ملك خلصت يا ملك؟ ماشي حبيبتي. طب وشام شام المايك بتاعه بايظ. ماشي. طب كويس. طب انا هبتدي احلهم بقى وانتوا اعملوا ايه؟ ثانية واحدة بس اتأكدت ان انا ايه؟ انا صورتهم لكم لو تاخدوا بالكم. الصورة دي واضحة؟ صورتهم لكم برضه عشان حد حب تاني يحلهم في البيت غير الهومورك، هناخد هومورك برضه بس ان شاء الله يعني ايه؟ لو حد حب يراجع يحلهم تاني. فهم صورتهم لكم هم مش محلولين وهصور لكم هم محلولين برضه، يبقى ايه زي ريفرنس معاكم. ويا ريت يا جماعة زي ما قلت لكم نعمل فولدر سواء على اللابتوب او على الموبايل، اعمل فولدر اجمع فيه الحاجات دي عشان يوم الامتحان بس او في اي امتحان اي كويز بتاع
اراجع من الحاجات دي على طول، بدل ما اقعد بقى ايه ادخل في الكتاب، هتبقى المسائل كتيره جدا في الكتاب، لا ده يبقى زي سمري صغير يعني ايه ملخص لي الافكار. طيب بصوا يا شباب بقى، هبدا احلهم تاني، وانتوا طبعا اللي عاملها صح يعمل ايه صح، اللي عاملها غلط يفهمها. طيب الاول طيب قول لي. مستر، نعم. ممكن ابعته لحضرتك على الخاص؟ لا خلاص مش لازم بقى، ما انا ما هنحلهم مع بعض كده كده، ماشي هنحلهم مع بعض كده كده، تمام مفيش مشكله، عشان برضو لو حد حل الغلط ما يتحركش يعني، تمام لو حد حل الواحد غلط ما يتحركش. انا ما بحبش الاجابه الجماعيه لسبب، عشان مش عايز ايه نفرض حد ما كانش فاهم، عادي حد سرح في مساله عادي، او برضو احنا بنعيدهم تاني هيفهموا، اوكي ماشي. طيب انت بعتيهم يا ملك برضو، ماشي. طيب ماشي، طب اعملوا تشيك معايا كده يا جماعه، اللي عاملها صح يعمل جنبها صح، اللي عاملها غلط يصلحها. طيب بسم الله الرحمن ماشي. الرحيم، هنيجي على اول واحد. انا عندي هنا I have 3 zeros I have 2 zeros، خلاص so we have 5 zeros. بعد كده بقى طالما الزيروز كلها نزلت يبقى دي 2 تايمز 5 ايكوال وات ايكوال 10، تمام اللي عاملها صح يعمل صح، طلعت 1 مليون يعني. طيب هنا بقى زيروز 5 زيروز اهم هينزلوا، بعد كده هتفضل لي 2، طالما الزيروز نزلت ما عادش فاضل غير 2 وال8، 2 تايمز 8 ايكوال وات ايكوال 16، تمام. طيب هنا برضه هنزل ال 5 زيروز دول 6 زيروز اهو، عندي دلوقتي 2 هنا و4 هنا، هينزلوا 6 زيروز، بعد كده 2 تايمز 7 ايكوال وات ايكوال 14. طب هنا we have 3 مستر zeros، انا عاملهم صح تمام يا حبيبتي برافو عليك. كمان. لا اللي عاملها صح، بص يا جماعه اللي عاملها صح يعمل صح جنبها، جنب كل واحده صح، وفي الاخر هيدي نفسه اكسلنت و100 اوفر 100 اوت اوف 100. ليه بقى؟ عشان احنا ممكن ان شاء الله بالنسبه لبابا وماما ممكن ناخد ايه على كل فلوس فلوس على الحاجات دي، تمام. انا باخد فلوس. طيب لا انا هقولها لكم كتهريج يعني، بس يعني انا ايه كده ممكن نخلص لا الفلوس انا اللي عندي جد واخد فلوس بجد طيب عشان انا مش اتعب وخلاص. طيب انا الفكره برضو لما انتوا تقروها لهم تفرحوا بابا وماما، دي حاجه جميله يعني. هو طبعا انا اب وعارف بقول لكم ايه يعني، لما بلاقي ابني حلل او بنتي حله صح واخد اكسلنت وكده بفرح جدا، فدي لوحدها بالدنيا دي احسن من اي فلوس والله، دي انك تفرحي بابا او ماما دي احسن من اي فلوس، تمام، لان هم بيتعبوا عشانكم جدا يعني. بص يا ستي هاجي بقى، دي عندنا دلوقتي وزي ما اتفقنا لو حبينا نقرا النمبر ده يا جماعه اهو، كوتا كوما افتر اتش 3 ديجيتس اهو، العيله دي طبعا الفاميلي دي مالهاش اسم، 14 مليون برافو برافو جدا، تمام دي مالهاش اسم، دي 1000 ودي فاضيه ودي فاضيه زيروهات، دي بقى عيله يبقى دي المليون 14 مليون. 14 مليون اهو، عادي 14 احط جنبك المليون. طب هنا هنا اي هاف 5 زيروز اهو خلاص، 4 تايمز 4 ايكوال 16، تمام. هو بصراحه ده الدرس اللي عندنا النهارده في الكتاب، بس انا اتعمدت ادي ده لان هتلاقيه جاي لنا بعد كده، هتلاقيه جاي لنا بعد كده كمان مثلا 10 15 درس هتلاقيه جاي لنا، فاحنا نبقى خدناه منه خلصنا منه، وفي نفس الوقت ايه عملنا كومباريزون بين التايمز والديفايد لان الاثنين اساسيين جدا. طيب بصوا يا شباب هيجي بقى عندنا دلوقتي، طيب طب حد يعرف يقرا النمبر ده؟ ملك مثلا نعم تعرف تقري النمبر ده؟ ثانيا. بس ما تستعجليش. 160,000. لا 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 انا لا هحط كوما افتر ثانيا ايتش 3 ديجيتس. ايوه ثانيا. ها كوما افتر ايتش 3 ديجيتس فروم رايت، خد بالك فروم رايت مش ما ينفعش فروم ليفت. طب ادي 1 2 3 احط كوما، طب 1 2 3 احط كوما. الفاميلي دي يا جماعه ملهاش اسم، الفاميلي دي اسمها ايه؟ 1000 يعني دي كده 600,000. طب الفاميلي دي اسمها ايه؟ مليون. بس انا بقرا بقى ايه؟ فروم ليفت تو رايت، يبقى اقول ايه؟ ها؟ عرفت تقولها كده يا ملوكه؟ 1 مليون. بس انا ايوه لا خلي ملك تقراها طالما ملك، اقول يا ملك ثانية. ها 1 مليون ده هيقرا ايه لوحده؟ 600,000 600,000 1000
بس وده فاضي ما فيهوش حاجه، ما مش هينفع اقول اند زيروز يعني. فخدوا بالكم بقى، فانا اقول 1 مليون اند 600,000 وخلاص على كده، هخلي كل واحده تبقى تقرا نمبر كده. طب هنا ده زيرو وده فور زيروز، فانا هحط كام زيرو يا جماعه؟ 5 زيروز اهو، زيروز. وبعدين هعمل 3 تايم 6 من فضلك 18. ها آه. طيب سلمى تعرف تقري النمبر ده؟ one million صح؟ 800,000 برافو. انا هحط كومه اكتر ايتش 3 ديجيتس اهو اهو، يبقى هقول ده يبقى في المليون بقى. 1 مليون دول ده 800 عادي، بس في 1000 هحول حتى على ده ام وده ايه؟ تي اتش اند ايه؟ 1 مليون اند 800,000. طيب اللي بعديها دي طبعا انا هحط اللي عملها صح طبعا يعني صح. هنا 2 زيروز و 3 زيروز انا هحط 5 زيروز اهو. وبعدين هعمل 2 تايمز 4 ايكوال وات ايكوال 8. طيب مين يعرف يقرا دول؟ جودي تعرف تقري؟ نعم. تقدري تقري 80,000. لا ما تستعجليش، put a comma after each three digits from right. يعني عايز تبصي ادي 1 2 3 لا احط comma. الفاميلي دي مالهاش اسم، والفاميلي دي اسمها ايه؟ 1000. ها ال 1000 دكتور انا لا استنى بس 800,000. برافو عليكي، برافو جوكي، اكس 1. يبقى كده 800,000 وما عادش عندي ايه الزيروهات دي، مش هقراها طبعا يا شباب. طيب كويس جدا. الزيروز انا بقول لكم ليه؟ لان ممكن تلاقي ساعات في ناس كبيره، يعني ممكن تلاقي ناس قدي وما بيعرفش يقرا النمبرز، خدوا بالكم مش هتبقوا عارفين. يعني فلازم نتعلم قرايه النمبرز دي من احنا صغيرين. تمام؟ طيب نيجي عندنا هنا دلوقتي. زيرو ودول 3 زيروز، هنزل ال 4 زيروز. بس احنا واخدين على ان دايما ايه؟ على ان دايما بيجي لي بقى مثلا هنا 2 وهنا 4 ديجيت باي ديجيت، عادي ممكن يجي لي ديجيت باي 2 ديجيت عادي جدا اهو. ادي هنا اتفضل 2 واتفضل 52. هبتدي اعمل ايه يا جماعه؟ 2 تايمز 2 الاول 4. لسه انا عارفه الاجابه، ممكن اقولها. طب قولي 104 4 زيروز بعدين. ماشي، طب عايزين نقراها بقى. طبعا 2 تايمز 2 ايكوال 4، 2 تايمز 5 ايكوال 10. ها هشام طبعا المايك بايظ. طيب قولي تاني يا ملك كده. One million. أيوة. 40,000. برافو عليك، برافو عليك. بص يا جماعة، هو أصلاً ال 40 دي هي اللي بتلخبط شوية. في ناس يقول لك إيه؟ طب أنا هقرا ده 40. 40. ما أنتوا تخيلوا لو هو جاي لوحده، بصوا هو ده كده في الفاميلي بتاع 1000. لو ده جاي لوحده كده يا جماعة، مش الزيرو ده أون ذا ليفت إز نال، ده ملوش لازمة. فكان ده هيقرا 40. ده كان هيقرا 40، فيبقى 40,000 عادي حسب الايه؟ البليس بتاعته. وبعدين بقى عندنا الباقيين بقى، ده طبعا تبع عيلة